التألق الروحي في تسبيح فاطمة. وبماذا تداوي الأم أبناءها؟ أترى تنساك أيها المحب وأنت ما زلت تلهج بذكرها حباً وألماً وتحناناً؟ ليس هذا ظن الابن بالأم. كلما عرفتها أكثر أيقنت أن حنانها كان يشع ببركاته في أرجاء الأمة، إلا أنهم أغفلوه. لقد كانت حينها تدعو للجار قبل الدار، إنها الأم العطوف التي تعرف كيف تجعل لمسة من حنانها على قلبك لتحييك. إنها تعرف كيف تنعش روحك، كيف تخفف من روعك. فماذا برأيك تفعل إن رأتك تتألم؟ إن رأتك تسبح بتسبيحها وتستغيث باسمها يا فاطمة أغيثيني. إنها ألف في الميزان وعند الله خير وأبقى. بسند معتبر عن إمامنا الباقر عليه السلام أنه قال: من سبح تسبيح فاطمة سلام الله عليها ثم استغفر الله غفر الله له، وهي 100 على اللسان و1000 في الميزان، وتطرد الشيطان وترضي الرحمن. وبسند صحيح عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: من سبح بتسبيح فاطمة قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر له ووجبت له الجنة. وبسند معتبر آخر عنه عليه السلام أنه قال: تسبيح الزهراء فاطمة في دبر كل فريضة أحب إلي من صلاة 1000 ركعة في كل يوم. وفي رواية معتبرة عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: ما عبد الله بشيء من التسبيح والتمجيد أفضل من تسبيح فاطمة، ولو كان شيء أفضل منه لأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة. وقد جاء في الروايات المعتبرة أن الذكر الكثير المأمور به في الكتاب العزيز هو هذا التسبيح، ومن واظب عليه بعد الصلوات فقد ذكر الله ذكرا كثيرا وعمل بهذه الآية الكريمة: واذكروا الله ذكرا كثيرا. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إننا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة الزهراء كما نأمرهم بالصلاة، فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي. هذه مفاتيح النور التي أودعتها الزهراء عليها السلام شيعتها ومحبيها كي تبقى قلوبهم مضيئة حية، فهي كلمات نور الله. وكيف لتلك القلوب أن تموت وهي تلهج بذكر فاطمة؟ الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله. فمها يرتل آي ربك بينما يدها تدير على الشعير رحاها، بلت وسادتها لآلئ دمعها من طول خشيتها ومن تقواها.